عيد المولدين هما يومين متتابعين في التقويم البديع ضمن الأعياد البهائية المباركة، يتم فيهما إحياء ذكرى مولد كل من حضرة السيد علي محمد الملقب بالباب وحضرة ميرزا حسين علي النوري الملقب ببهاء الله. ويعرف عيد المولدين في الكتاب الأقدس بالعيدين الآخرين لتمييزهما عن العيدين الأعظمين، عيد إعلان دعوة حضرة الباب وعيد إعلان دعوة حضرة بهاء الله. فما قصة عيد المولدين؟ وما هي أهميتهما ودلالتهما الروحية في الأمر المبارك؟ في الثاني من محرم سنة 1233 هجرية الموافق 12 من نوفمبر 1817 ميلادية في بيت الوزير عباس بزرق النوري بمدينة طهران، كان مولد ميرزا حسين علي النوري الذي سيعرف بلقب حضرة بهاء الله صاحب الظهور البهائي. وبعد ذلك بسنتين قمريتين في الفاتح من محرم سنة 1235 هجرية الموافق 20 من أكتوبر سنة 1819 ميلادية بمدينة شيراز جنوب إيران في أحد بيوت الأشراف الشيرازيين الحسينيين، كان مولد السيد علي محمد الذي سيعرف بلقب حضرة الباب وسيمهد الطريق لظهور دعوة حضرة بهاء الله من بعده. ولما كان وقوع المولدين قبل عدة عقود من تأسيس التقويم البديع في زمن ولاية حضرة الباب ما بين عام 1260 و 1266 هجرية الموافق للسنوات ما بين عام 1844 و 1850 ميلادية، فإنه لم يكن للمولدين تاريخ ثابت يقابلهما في التقويم البديع كما هو الحال في المناسبات البهائية الأخرى. وتم التنصيص على عيد المولدين بشكل صريح في زمن ولاية حضرة بهاء الله، فجاء في فقرة الآية 110 من الكتاب الأقدس ما يلي: قد انتهت الأعياد إلى العيدين الأعظمين، أما الأول أيام فيها تجلى الرحمن على من في الإمكان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، والآخر يوم فيه بعثنا من بشر الناس بهذا الاسم الذي به قامت الأموات وحشر من في السماوات والأراضين،
والآخرين في يومين كذلك قضي الأمر من لدن آمر عليم. نص حضرة بهاء الله على رفعة مقام عيد الميلاد المبارك بقوله: الميلاد المبارك وقع في شهر المحرم، وبذلك رفعه الله بالحق وجعله من الأعياد للعباد. وقد ذكر حضرة بهاء الله في رسالة سؤال وجواب أن اليومين عند الله بحسبان يوم واحد، وأجاز إحياءهما وفق التقويم القمري الهجري الفاتح والثاني من شهر محرم من كل سنة قمرية. وقال ما نصه: إن ولادة الأقدس الأبهى في أول فجر الثاني من محرم، واليوم الأول هو ميلاد المبشر، وكلا اليومين يعتبران يوما واحدا عند الله، كما تفضل بأنه إذا حل العيدان في شهر العلاء شهر الصوم البهائي يرفع حكم الصوم فيهما، حيث قال ما نصه: إذا وقع عيد المولود أو البعثة في أيام الصيام فإن حكم الصوم في هذا اليوم مرفوع. وجاء في شرح الكتاب الأقدس أن لبيت العدل الأعظم سلطة التشريع في المبهمات المتعلقة بالتقويم البديع، بما في ذلك مسألة إحياء عيد المولدين في يومين متتابعين بشكل موحد بين الأحباء وفق الحساب القمري أو الشمسي. إن تفصيل الأحكام الخاصة بالتقويم البديع يجري تدريجيا على مر الزمان، وذلك عملا بمبدأ التدرج في الكشف عن التعاليم الإلهية وتطبيقها. فلقد وضع حضرة الباب التقويم بخطوطه العريضة مبينا ما يشتمل عليه من أحقاب وأدوار وشهور وأيام، وزاد عليه حضرة بهاء الله توضيحات وإضافات أساسية. ثم تولى حضرة عبد البهاء أمر تبيين جوانبه المختلفة، وفي زمن حضرة ولي الأمر شوقي أفندي رباني تم تعميم التقويم البديع وفق التفصيلات المنشورة في مجلدات العالم البهائي، وتطبيقه وفق النظام المؤقت المزدوج. وبناء عليه فإنه سمح للأحباء في بلاد الغرب إحياء عيد المولدين في يومين متباعدين: ميلاد حضرة الباب في 20 أكتوبر، وميلاد حضرة بهاء الله في 12 نوفمبر وفق التقويم الميلادي الغريغوري، بينما تم الإبقاء على العمل بالتقويم القمري في إحياء المولدين وفق التقويم الهجري بين أحباء بلدان المشرق حسب ما جرت عليه العادة من قبل. وجاء في رسالة كتبت بالنيابة عن حضرة ولي أمر الله شوقي أفندي: في المستقبل سيتم دون شك إحياء جميع الأيام المباركة طبقا للتقويم الشمسي، وستتخذ التدابير اللازمة
لكيفية توحيد الاحتفال بعيد المولدين عالميا. وهذا ما تحقق أخيرا في العام 171 بديع بصدور رسالة بيت العدل الأعظم المؤرخة بتاريخ 10 يوليو 2014 ميلادية، والتي أعلنت عن نظام التطبيق الموحد للتقويم البديع في جميع أنحاء العالم، وحسمت بنصوص تشريعية المبهمات المتعلقة بالتقويم البديع، فجعلت من مدينة طهران النقطة الجغرافية المرجعية لتحديد الاعتدال الربيعي وحلول النيروز رأس السنة البهائية، وأعلنت عن إحياء جميع المناسبات البهائية وفق تواريخ التقويم البديع الشمسي. أما عيد المولدين فقد تمت المحافظة على سمتهما القمرية ضمن التقويم البديع باعتماد جداول حساب قمري فلكية دقيقة، بحيث يتم إحياء المولدين عند حلول اليومين الأول والثاني من الشهر القمري الثامن بعد النيروز، أيا كان اسم ذلك الشهر القمري وترتيبه في السنة الهجرية. ونتيجة لذلك يتغير موعد الاحتفال بعيد المولدين من سنة إلى أخرى، ليحل في يومين متتاليين خلال أشهر المشيئة والعلم والقدرة من التقويم البديع، أي بين منتصف شهري تشرين الأول أكتوبر وتشرين الثاني نوفمبر من السنة الميلادية الغريغورية. وهكذا في سنة 2015 ميلادية شرع العالم البهائي في الاحتفال لأول مرة بشكل موحد بعيد المولدين في 10 و11 من شهر القدرة سنة 172 بديع، وفق نظام التطبيق الموحد للتقويم البديع. وصادق بيت العدل الأعظم على اعتماد جداول مفصلة تغطي تواريخ الأعياد البهائية وفق التقويم البديع لمدة نصف قرن، من العام 172 2015 ميلادية وحتى العام 221 بديع 2065 ميلادية. العام 174 بديع 2017 ميلادية هو عام الذكرى المئوية الثانية لميلاد حضرة بهاء الله. أما العام 176 بديع 2019 ميلادية هو عام الذكرى المئوية الثانية لميلاد حضرة الباب. هنيئا للعالم بعيد المولدين الذي نستحضر فيه عظمة الظهورين التوأمين ومقامهما المشرق المنير.